أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح الحرص على دعم الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية والفنانين التشكيليين لدورهم الثقافي المميز. نعم، طبعا جاء ذلك في تصريح أدلى به العبد الله عقب افتتاحه معرض الفنان عبد الرضا كمال الذي أقامته الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية في مقرها احتفالا بمرور 50 عاما على تأسيسها. التفاصيل في سياق التقرير الآتي. بمناسبة احتفال الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية بمرور 50 عاما على تأسيسها، أقيم المعرض الشخصي للفنان الكويتي الرائد عبد الرضا كمال بهذه المناسبة بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبد الله المبارك الصباح. في بيت الفن في هذا المقر العريق احتفاء بمرور 50 سنة، وتشرفت كذلك أن أحضر وأرعى معرض جميل جدا يحتوي على أعمال أحد رواد الجمعية وأحد أعلام الفن التشكيلي بالكويت الفنان عبد الرضا كمال. كل الشكر لإتاحتي هذه الفرصة برعاية وحضور هذه الفعالية، وكل الشكر للقائمين على هذه الجمعية. ضم المعرض بين طياته أكثر من 30 لوحة فنية معبرة عن عمق الفن لهذا الفنان. والجمعية الكويتية للفنون التشكيلية سوف تحتفل بمرور 50 عاما على تأسيسها من خلال إقامة هذه المعارض الفنية للفنانين طوال العام الحالي. نفتتح معرض لفنان من رواد الحركة التشكيلية وأيضا رائد من رواد فن الكاريكاتير في الكويت. وطبعا المعرض هذا بمناسبة مرور 50 سنة على تأسيس الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية. طبعا الجمعية من الجمعيات اللي تأسست الحقيقة من أولى الجمعيات في المنطقة اللي تأسست عام 1967، وراح إن شاء الله تكون أنشطة 2017 في ضمن فعاليات وأنشطة سواء المحلية أو العربية أو الدولية في 50 عام على تأسيس الجمعية. معرض جديد، أول مرة أسويه، أول مرة قيمة الجمعية بطريقة بهالتكنيك. الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية لها أهداف عدة، ومنها رعاية الحركة الفنية التشكيلية في الكويت والعمل على إبرازها والاتجاه بالفن اتجاها يخدم المجتمع ويعنى بتنمية الوعي الفني والعمل على حماية الفن التشكيلي في دولة الكويت. من الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية، يوسف صفر، تلفزيون دولة الكويت.